عندنا مثل في مصر بيقول اخر خدمه الغز علقه. الغز دول بيقولوا ان هم مجموعه من الاتراك كانوا ينزلوا القرى زمان. كان في عندنا نظام ضرايب كده غريب قوي، ان الدوله تدي النظام الحاكم يدي لمحمد ناصر التزام. يعني ايه التزام؟ يعني تجمع لي الضرايب من اهو انا متحكم في صوتي بمعنى الكلمه، ترى تجدني اقلد يوسف وهبي وترى اقلد ام كلثوم وهذا مثلت كل شيء الا الحق. ده كان رشاد كامل بيتكلم عنه يعني. المهم يعني فكان يدوا الواحد كده عنده فرسان يدوا له مديريه زي البحيره المنيا يجمع الضرايب منها. الراجل ده يجتمع يعتمد على مجموعه من المقاتلين كده اللي هم ارزقجيه اسمهم الغز. الغز دول ينزلوا يضربوا في البلد كلها عشان يجمعوا السمنه والحاجات دي الضرايب يعني. بس في الاخر بقى لو البلد دي الضريبه المحصله بتاعتها قليله ينزل بقى الجيش ياكلوا الغز دول علقه. فالمثل المصري اخر خدمه الغز علقه. القصه دي بحكيها ليها لانه الحقيقه المثل ده بيتطبق. لاول مره نشوف السيسي وتلميذه الخايب عباس كامل بيبيعوا واحد من رجالتهم ويمكن اهم واحد عندهم. اوركسترا التطبيل اهم واحد بصراحه عندهم هو. بقى له 10 سنين الراجل يعني. هل تصدقوا ان كل اعلاميين السامسونج جات لهم اوامر انهم يهاجموا مره واحده؟ فاكرين النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر وبعدين قريش قالت ناخذ من كل رجل من كل قبيله رجل ونروح نقتل محمد؟ هم عملوا كده، خدوا من كل قبيله راجل وانطلقوا في ساعه صفر محدده اللي هي ساعه البرامج. ايوه صدق، ده اللي حصل خلال 24 ساعه اللي فاتوا مع عمرو اديب. يذكر للبرنامج ده ان انا هنا اتكلمت عن القصه دي امبارح قبل ما تبدا الهيصه. اللي ما شافش الحلقه افكره، انت تروح تختار خالد ابو بكر تعمل معاه حوار عشان تعرض برنامج سياده الرئيس، وبعدين عمرو دايخ عليك عشان تطلع معاه ويبعت لك رسائل فتطلع فيشتكيك على الهوا لانك ما بتردش فتطلع مع قصواء. قصواء الخلالي، طب كفايه قصواء مع الخلالي كمان ما علينا. هل لان عمرو خد الجنسيه السعودي وتبقى مواطن سعودي دلوقتي؟ ما هو مواطن مصري على فكره، بس انت يعني هل لانه خد الجنسيه السعودي؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني بقى هو حضرتك يعني عمرو بقى بالنسبه لعمرو لما استضفت غطاس يطلع الحقيقه يبهدل النظام المصري على الهوا ويقول انه مصر اي مصري في غزه لازم يبقى اسمه يعدي على اسرائيل الاول عشان يخش مصر. هل انت طلعت ضربت كرسي في الكلوب يا عمور انتقاما من الليله دي كلها فجبت غطاس معاك عشان يفرقع الفرقيعه ويقول انه مصر اي مصري في غزه لازم حضرتك ياخد اذن من اسرائيل عشان يدخل مصر؟ هل ده كان ردا على انه محمود فوزي ما عبركش؟ ما استنضفكش؟ وهل ده له علاقه بتقارير قنوات العربيه، قناه العربيه اللي هي الحقيقه قناه العربيه شغاله ضرب في نظام السيسي من تحت لتحت؟ ده كان لينا السابق امبارح هنا ان احنا استعرضنا القصه دي امبارح. النهارده بقى كل برامج السيسي وكل شاشات السيسي تحولت بساعه هجوم على الاعلامي النبطشي بتاعهم رجلهم المخلص عمرو اديب. وطبعا السبب عارفينه، الفضيحه اللي زعها لما استضاف سمير غطاس اللي قال انه النظام المصري لابد ان يستاذن النظام الاسرائيلي عشان يدخل مواطن مصري من غزه الى مصر من معبر رفح بتاعنا. والمواطن المصري، مواطن مصري ده فيلم بتاع الاستاذ عمر الشريف، كان الفيلم الاخير سوري قبل الاخير للعبقري صلاح ابو سيف، هو عن روايه اسمها الحرب في بر مصر ليوسف القعيد. المهم يعني يبقى مواطن مصري قاعد في غزه زي الست اللي شفناها الكبيره دي ومعاه باسبور مصري ما يقدرش يخش بلده مصر الا لما مصر توافق. ده اللي قاله سمير غطاس وقاله فين؟ عند عمرو اديب. فالنهارده الهجوم امبارح بقى انطلق الهجوم، هجوم رهيب على عمرو اديب. بس ايه، ركز في الرياكشنات، العب يا بيه.
اتفضل. عشان خاطر طول الوقت عمالين بنهدده وبنقلقه وبنرعبه ونقول له هيزيد والبلد بتضيع والبلد هتخرب والدنيا سواد واللي جاي اسود منه، وخلي بالكوا 23 هتبقى سنه سودة و24 اسود منها يا دين النبي. يعني لا شايف حاجه بتتبني. انا ما اتكلمت عن الانجازات، هو احنا هنتكلم عن الانجازات باليمين ونطلع بعد كده نسودها بالشمال؟ لا، ده احنا دخلنا في ان احنا بقى ايه، ده احنا بنضرب البلد شامي ومغربي، ده احنا داخلين بقى تقطيع وتلويش وظهرنا اتسند على الاطلاق. ولكن عمرو عندما يتحدث عن الشأن المصري ماشي، رغم انه يعني خدوا بالكم في كلام كتير قوي اليومين دول حول عمرو وكلام شخصي والجنسيات وحصوله على جنسيه، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. جرى يا عمرو. ايه يا عمرو اديب، الله يرحم ابوك، والله يرحم ابويا، عشان عارف انك هتطلع ترد عليا ويقول لي الله يرحم ابوك يا شردي، الله يرحم ابوك يا عمرو اديب. يعني ايه يا عمرو؟ ايه حكايه ان واحد يطلع عندك يقول لك عندي تسجيلات ليه؟ تسجيلات ايه يا عمرو؟ وبتبقى عندك تسجيل ليا؟ واسمعنا النهارده يا عمرو، انت ليه كل شويه ما تخليك في مهرجان جده وتخليك في مهرجان الرياض يا عمرو والدنيا والدندشه والفساتين الحلوه والكلام ده كله، واتكلم عن الواقع المصري. ايوه، انما انت ليه كل شويه بتخش وتروح دايس في حته علشان تقلب الدنيا كده؟ ليه يا عمرو؟ مش ناقصه، مش ناقصه دلوقتي ان احنا نعمل كده في بلدنا يا عمرو؟ بلدنا يا عمرو. نطلعش هنا عشان ايه؟ يعني وقت لا، دي الكلمه مسؤوليه وقلتها امبارح. اللي بيقول كده هدفه ضرب الامن القومي المصري، قلتها كده امبارح. عمري ما ابحث عمري ابحث عن حاجه اللي بيتكلموا عليها ترند. هو ايه حكايه الكلمه مسؤوليه يا احمد؟ ده انت يعني بلاش، انت ده انت ده انت ده الكلمه حبله منك، بلاش مسؤوليه. ايه الكلمه مسؤوليه؟ المعركه ولعت وزمايل عمرو اديب بينهشوا فيه والاوامر جات لهم كده، لكن الحقيقه عمور ما سكتش. عمور ما رضيش يسكت، راح رد عليهم في تغريده ارض جو وصفهم بانهم انصاف موهوبين وهلافيت. وعلى راي الفنانه الراحله ماري منيب، حط طوبه على طوبه، خلي المعركه منصوبه. رد يا عمرو. انتشر في الساحه الاعلاميه مؤخرا عدد من انصاف الموهوبين لا يفقهون الشيء ويفشلون بشكل مستمر. والنصف موهوب يا سادة لا يتحول إلى موهوب بالعمل أو بالاجتهاد، سيستمر بليدا عاجزا مثلما خرج من أقسام الإعلام والصحافة وهو معتم عاجز، وفي الغالب يحاول أن يكون مغبرا بالإضافة لوظيفته الأصلية، ولا يعلم من يشغلونه. اطلع سطر أو انزل سطر أو كبر بتاع شوية، أنه سيقضي الوقت في إضاعة الملايين ولن يصلح لأي شيء سوى بعض المهام الحقيرة الوضيعة. نص الموهوب موت وسم الموهوبين ونجاحهم، وحل الوحيد هو إزاحتهم بأي طريقة أو بأي طريق غير مشروع. فهو يعلم أنه من المستحيل أن يكون شيئا أو كيانا سيعيش هلفوت ويموت هلفوت، حتى لو كل من حوله قالوا لي يا أستاذ. حبيب قلبي، حبيب قلبي، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي الى ساحه للردح بين عمرو اديب والاعلاميين زمايله. فدخل الاستاذ احمد الطاهر اللي ضيع على البلد ملايين الجنيهات في قناه ضاعت اسمها القناه الاخباريه، وهو دلوقتي رئيس تحرير مجله روزا اليوسف ورئيس القاهره الاخباريه الله يرحمها، وصفه بانه يا مزدوج. والله مزدوج مشترك، يعني ما اعرفش يعني ايه مزدوج بصراحه. يعني طبعا يعني هو يقصد قصه الجنسيه السعوديه. خش على احمد الطهري. غضب المزدوج لمجرد وضعه واقعه بين قوسين، تجاوز وايه وهي حيله البائس. حسنا يا كامل الموهبه والكمال لله وحده، إذا تعارضت مصلحة مصر وأهل مصر مع هويتك وجنسيتك الأخرى، من ستختار؟ الاحترام والمحبة لأهلنا في كل بلد عربي، لكن الولاء لا يعرف الازدواج يا مزدوج. وحاطط له صورة تعبيرية إنه إيه؟ عمرو أديب نص ونص، نص أنا نص أنتِ، نص لا بص الصورة ركز فيها، ده نص ذكر ونص إيه؟ أنثى. ماذا تعني الصورة كده؟ أنا بقول لك اللي أنا شايفه، أنا قلت حاجة غلط. نص راجل ونص، صحيح الرياكشن شرير، لكن نص راجل ونص ست. يعني إيه مزدوج يا أحمد يا طاهري؟ يعني إيه مزدوج؟ مش فاهم يعني.
يعني ايه يا جماعه مزدوج؟ يعني هي وصلت مرحله مش بس زمايل عمرو المذيعين هم اللي هاجموه، ده اللجان الالكترونيه جالها اوامر بشن حمله مسعوره على عمرو اديب، وبقى عمرو هو شغلانتهم امبارح. دكتور شريف حيدر: عمرو اديب صناعه ضغط على مصر من دوله عربيه لكي يضع السم في العسل المواطن المصري، ولم نسمع منه كلمه واحده عن البلد الذي يقبض منها مقابل عمله، لكن فقد كل شيء عن مصر والتنكيل بالدوله المصريه. اللي بعده يا لجنه: عمرو اديب مزدوج الجنسيه للاسف، اول يوم الدولار نزل سعره 44 كان زعلان جدا لدرجه انه طرح الموضوع خطير جدا يضر بالامن القومي، قال حاجه اسمها السوق المصري بيتم دولارته، ودي كلمه كبيره جدا هنتكلم فيها باستفاضه بعدين. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللجنه اللي بعده: شيرين طال عمره عمرو ابن اديب بعد ما اخذ الجنسيه السعوديه بدا في تنفيذ الاجنده الموكل بها من شوال الرز. اللي بعده اللي بعده اللي بعده: عمرو عادل عمرو اديب من اول ما اخذ الجنسيه وانا حاسس انه اتحرق اعلاميا في مصر، ما ينفعش يا جدعان اعلام ياخد توجيهات من دولتين. اللي بعده اللي بعده: لكن عمرو اديب ما سكت لهمش وراح داخل فيهم في اللجان دي شمال بقى وفرش لهم الملايه، واعترف بان في لجان موجهه وان اللجان دي ما بتفهمش وشغاله ضده، وكتبت الكلام ده. ادي عمرو قال: الى الساده الذين يهاجموني على موضوع المصريين في غزه، اعرفوا الاول مين اللي قال وقال ايه وهو ايه، يا رب مستوى اللجان اتنايل ليه كده، اما تكون لجنه اقرا وبعدين اكتب، لكن لا انت عارف الا انا قلت ايه ولا مين اللي قال ايه ولا الراجل هناك هو ده هناك ده هو قال ايه. طب عامل زي يونس الشلبي في مدرسه المشاغبين، تبقى عامل زي يونس الشلبي في مدرسه المشاغبين. انا امبارح هنا اتكلمت على الواقعه دي ورصدتها لك كده بالترتيب، وكنا اول ناس اتكلمنا عنها وهي حرب. وخدت بالك انت بقى بسبب الخناقه دي؟ مفروض ان كل اللي دي بسبب مين؟ كلام سمير غطاس بس. يعني عمرو اديب، وانا قلت امبارح الكلام ده هنا، عمرو اديب مذيع، عمرو اديب مذيع، انا استضفت واحد اسرائيلي هنا قال مفيش اسلام، فانا بجيب واحد تاني يرد عليه المفروض. يعني عمرو اديب ما اتكلمش، انا مش بدافع عن عمرو، انما بتدافع الحقيقه. عمرو اديب اللي اتكلم سمير غطاس، لم ياتي واحد فيهم على ذكر سمير غطاس، ليه؟ هو ده السؤال. ليه الهجوم على عمرو؟ ما حدش يوم قال ده مين سمير غطاس ده؟ الهجوم على عمرو واحالته للتحقيق والملاحقه لعمرو اديب، ما حدش جاب سيره سمير غطاس خالص. يبقى دي ايه بقى؟ يبقى دي تصفيه حسابات مع جهه بيمثلها عمرو، وده اللي انا قلته امبارح. بيقولوا النهارده جمال سلطان: الاعلام المصري بجميع شاشاته ومذيعيه يشن حمله منسقه وموجهه وعنيفه ضد الاعلامي عمرو اديب بعد المقابله اللي اجراها مع سمير غطاس، والتي كشف فيها فضيحه ان المصريين في غزه تقوم مصر بعرض بياناتهم على اسرائيل لاغدره الى اخره. يعني بيقول: حتى الان لا احد طالب باحاله سمير غطاس النائب العام بتهمه بس اخبار كاذبه. أشهر تهمة تم بها حبس آلاف المعارضين في مصر، وما زلت أتحدى الخارجية المصرية والإعلام الذي يهاجم عمرو أن يطلبوا من النائب العام التحقيق في صحة ما قاله سمير غطاس، أتحداهم. ده كلام محترم. سمير غطاس كان ضيف على عمرو، قال المصريين ما بيعرفوش يخشوا غير بالتنسيق مع إسرائيل. كلام سمير غطاس برضه مش غلط، لان احنا جبنا فيديوهات هنا لمصريين شايلين باسبور مصري اتقال لهم لازم التنسيق مع اسرائيل، والست كانت بتعيط. يعني عمرو ما غلطش وسمير غطاس ما غلطش. يا جماعه الحقيقه يوم الجمعه الجايه على قناتي هحكي عن فيلم رائع جدا، هتعرفوا قد ايه المثقف لما يكون محترم هيدفع ثمن غربه وبهدله وتشريد وتشهير، لكن المثقف زي إيميل زولا الكاتب العبقري الفرنسي اللي دفع ثمن غالي جدا لانه وقف في صالح مارت احق لدرجه انه هرب بره فرنسا. ده يوم الجمعه الجايه والفيلم رائع جدا. انا بدافع مش عن عمرو ولا عن سمير غطاس، انا بدافع الحقيقه. عمرو اديب مذيع، مش مهمته يقول راي او ينفي، مهمته انه يقول يا جماعه ادي الراي وادي الراي الاخر. عمرو اديب جاب سمير غطاس قال ان المصريين ما بيعرفوش يخشوا مصر الا عن طريق التنسيق مع اسرائيل.
خلاص حلو. مين اللي رد؟ الخارجية المصرية. عمرو أديب جاب الخارجية المصرية ترد كده. عمرو عمل اللي عليه وتشكر ومع السلامة. طيب سمير غطاس غلط؟ لا ما غلطش. ليه؟ لأن احنا جبنا فيديوهات هنا لستات مصريات معهم باسبور مصري مش عارفين يخشوا. ليه؟ عشان التنسيق مع إسرائيل. فين بقى الغلط؟ مفيش غلط. أمال ليه بيتهاجموا عمرو؟ تصفيه حسابات. لأنه عمرو برضه صفى حساباته. معنى كده إن عمرو في القصة دي بينفذ أجندة نظام تاني ضد بلده. يعني كلهم أو يعني زي ما قال إحسان عبد القدوس في قصته الرائعة: يا عزيزي كلهم لصوص. يعني كلهم ملوثين. نظام على خلاف مكتوم مع السيسي اللي هو النظام السعودي يستخدم عمرو أديب. فيطلع عمرو يعلن انه محمي بجنسية هذا النظام. ده اللي عمله عمرو. العميل الملاك عباس كامل يرد بانه يوجه فصيلة الكلاب المسعورة تنهش واحد من نفس الحظيرة. مشهد يفسر لك ليه الفترة الأخيرة عمرو دايس في النقد قوي، زي ما أعلن كده ولا مؤاخذة أنه أخذ الجنسية السعودي وبيتكلم بجراء برنامجه في قناة MBC مصر اللي هي سعودية بتبث من مصر وكأنه واحد من المعارضة. شوف عمرو: بصراحة قد فشلت تماما إن أنا أفهم موضوع الأسعار. أسعار أي حاجة، سعر اي حاجه في مصر، هات اي حاجه في مصر، انا ما عنديش ليها تفسير اقتصادي منطقي واضح غير شماعات. كل واحد يقول لك اصل كذا اصل كذا. طيب احنا موافقين اصل كذا، طب اصل كذا ديت ترفع لغايه فين؟ لانه في شيء غير طبيعي. يعني لو في حد بيعمل حاجه للدوله دي من تحت لتحت مش هيعمل كده. يعني الدولة ديت جالها حروب، جالها اخوان، جالها، محدش عارف يعمل التأثير ده، محدش عارف يعمل في الناس كده. وبعدين معلش يعني عمرو قال ايه؟ عمرو قال ما قالش حاجة. عمرو صحي صحي عمرو ما قالش حاجة فعلا، ده اللي قال سمير غطاس. وانتوا بتشتموا عمرو، ده عمرو قال ألعن من كده ومحدش فتح بقه. انا لو اقعد على المونتاج انا بنفسي اطلع لك حاجات قالها عمرو يتحاكم عليها. يعني مثلا لما عمرو يدعو بشكل واضح الى بيع كل شيء في مصر، ده مش كان يحاكم عليه عمرو؟ ده قالها بنفسه، ده هو مش ضيف، ده هو اللي طلع قال كده. كل حاجه ومتمن والتمن مش كل حاجه، مش ده امن قومي؟ يعني امتى عباس كامل هيفهم الفرق بين اجنده الامن القومي بتاعتهم هو والسيسي الجهله والامن القومي المصري الحقيقي؟ لكن للاسف كله بينفذ اجنده. عمرو بينفذ اجنده سعوديه ودي واضحه، يعني الراجل واضح. اذا 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 محمد بن سلمان جاله اسهال عمرو هيطلع يتكلم. يعني اذا السعوديه عملت اي حاجه عمرو هيطلع يهلل ويهيص ويخبط. واحلى حاجه، احلى حاجه في الدنيا السعوديه عند عمرو، وده طبيعي، فلوس بتجي له من السعوديه هو واولاده ومراته. اوكي، السيسي جايله فلوس حتى مطلع الفجر، قاعد على بلد، على خير بلد نهبها هو عباس كامل والشله دي. الاعلاميين وتبع السيسي وتبع عباس كامل وبرضه بياخدوا من الحب جانب. لكن الشعب فين بقى؟ الحقيقه فين؟